ها بابا هيا شنو هذا؟ سنك ايش بيه سنك؟ كبرت كبرت صار عمرك 7 سنوات هاي توقع السنون اللبنية وتطلع بعد كان السنون دائمية ايش بيه؟ شو تقول لي الشماية سي؟ ما تقولي لي ايش؟ ما تقولي ايش؟ اي شيء ما تقولي لي الشماية سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قضية انه عندما يعني يوقع سن طفل عندنا نرمي للشمس نذبه للشمس ونقول لها يا شماسة هذا سن وطين السن الغزير. طبعا هي من العادات القديمة العالمية يعني قبل الجاهلية انه هي عالميا هاي يعني اكثر الدول اكثر المذاهب اكثر الاديان جاي يتعاملون بها ويقول انه يشمروها للشمس ويريدون سن افضل من هذا سنه. لكن الذكر ابن ابي الحديد المحتزلي في شرح نهج البلاغه طبعا وما نعرف انه المصدر ما ذكر المصدر شنو المصدر اللي ذكره ما ذكر انه منين جاب المصدر هذا العالم الجليل يقول يلزم السن ما بين الابهام والسبابه ويرمى الى الشمس يعني تدب على شعاع الشمس وتقول للشمس بدلي هذا السن بافضل الاسنان او بافضل سن انطيني فهاي يذكر ابن ابي الحديد المحتزلي فهي من العادات القديمه العالميه لكن نحن المذاهب الاسلاميه لا نعتقد بهذا الشيء يعني توارثناها عن ابائنا واجدادنا لكن لا يوجد لها في السنه ولا في القران انه هذه القضيه السن انه نرمي للشمس اندفنه نعم بعض العلماء يقول يدفن لانه يعتبر قطعه من الجسم ويدفن هذا يعني انه من باب الاستحباب او تريد الذبحه متوقعه ماكو اشكال ماكو كل اشكال فهذه من العادات القديمه انه ترمي سنك للشمس لا تنسونا بافضل الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.